دايما قبل شهر رمضان يمكن بتنطلق مبادرات كتيرة جدا ومعارض لسلع مختلفة بيتم تخفيض أو عمل تخفيض عليها، ويمكن شفنا امبارح أو تابعنا مع بعض المعرض أو المعارض اللي بتنفذها وزارة التموين، معارض أهلا رمضان اللي كانت موجودة في محافظات مختلفة منها القليوبية والقاهرة وغيره وغيره. النهاردة هنتكلم عن وزارة الزراعة اللي افتتحت أكبر معرض للسلع الغذائية على مدار شهر رمضان الكريم ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا. ده بيشتمل المعرض تخفيضات كبيرة جدا بتتراوح ما بين 25% ل40% يا شاذلي، وده رقم كبير جدا. صحيح، انت دلوقتي بتتكلمي عن الاستعدادات لشهر رمضان، كمان على مدار العام بيكون فيه بالفعل معارض موجودة وأماكنها ثابتة ومعروفة لكل الناس في كل المحافظات، فيها أسعار مخفضة، لكن بيكون الاستعدادات مكثفة شوية، المنتجات بتزيد، التخفيضات بتزيد كمان عشان شهر رمضان المبارك، طبعا بيكون فيه استهلاك عالي. كمان مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بتطرح سعر اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، ده طبعا تخفيضا عن كاهل وتخفيفا عن كاهل المواطنين في هذا الشهر. معانا على تليفون الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المعارض. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير محمد، صباح الخير يا بسنت، صباح الخير على مصر كلها، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير دايما يا فندم. طيب لو ما نيجي نتكلم عن هذا المعرض، انتوا ازاي استعديتوا، ايه ابرز السلع والمنتجات الموجوده في هذا المعرض؟ معرض خير مزارعنا لاهالينا او مبادره خير مزارعنا لاهالينا اللي تبناها معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه منذ حوالي 3 سنوات، وتركز او تتضمن ضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه من خير ارض وزاره الزراعه، من خير ارض الدوله المصريه للمواطنين بشكل مباشر. وده يا محمد ربما اللي بيفسر ان اسعارنا بتكون اقل من بره، من زي بسنت كده ما قالت من 20%، وبتصل في بعض السلع تخفيضات الى 50% نظرا لان ما عنديش حلقات تسويقيه. 50%؟ التجار ما عنديش وسطاء. بتصل ل 50% يا فندم؟ من 50% يا فندم. وبالتالي بحاول دلوقتي اسعار بعض السلع اللي بتصل الى 50%. احنا عندنا المبادره دي بتركز على 3 محاور، المحور الاول منافذنا الثابته اللي اصبحت موجوده في كل محافظات مصر، موجوده في شلاتين، موجوده في مرسى علم، موجوده في اسوان، موجوده في الدلتا، موجوده في مطروح. عندنا 274 منفذ ثابت موجودين بشكل مستمر بيضخوا كميات كبيره جدا من المواد الغذائيه ذات الجوده العاليه وباسعار تنافسيه الى كل اهالينا واهل مصر على مدار العام. موجود عندنا كمان 33 منفذ متحرك بيجوب المحافظات، بينتشروا في الاسواق وينتشروا في المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه، بيتواجدوا امام الاحياء، بيتواجدوا امام المحافظات. وكنا اخيرا يا بسنت في محافظه شمال سيناء، وكان معانا 45 سياره متنقله، واستمرت القافله في شمال سيناء لمده يومين، طرقنا ابواب كل القرى العائده، طرقنا ابواب الشيخ زويد ورفح والحسنه وبير العبد وكل ونخل وكل مدن شمال سيناء. النهارده احنا بالامس تفضل معالي الوزير السيد القصير يرافقه السيد محافظ الجيزه بافتتاح اكبر معرض على مستوى مصر لعرض وبيع السلع الغذائيه باسعار تنافسيه، بدات من 20% تخفيضات ووصلت بعض السلع الى حوالي 50%، والسلع ذات جوده عاليه، وبركز على الحته دي ذات جوده عاليه. والسبب في انخفاض الاسعار زي ما قلت ما عنديش حلقات تسويقيه، ما عنديش تجار، ما عندوش وسطاء، وبالتالي من المزرعه راسا الى المواطن. عندي اللحوم البلدي يا استاذ محمد ب 300 جنيه، دي رؤوس مرباه في مزارع الانتاج الحيواني في وزاره الزراعه، عندي الكبده البلدي 300 جنيه، عندي الدواجن المبرده، ما عنديش في المعرض اي لحوم مجمده نهائي، عندي الدواجن المبرده ب 100 جنيه كيلو و10 جرام، عندي السكر ب 27 جنيه، عندي الرز ب 27 ونص، عندي البصل ب 10 جنيه، عندي البطاطس ب 5 جنيه، عندي اكثر من 200 سلعه داخل المعرض، كل السلع دي بتباع زي ما قلت تخفيضات من 20% وبتصل الى 50%. عندي الاسماك البلطي درجه اولى من مزارع الانتاج السمكي التابعه لوزاره الزراعه وجهاز تنميه البحيرات، دي بتنباع درجه اولى ب 70 جنيه، درجه ثانيه ب 60 جنيه، درجه ثالثه ب 50 جنيه، عندي البوري وعندي مشتقات البوري وعندي كل الاسماك من نوعيه البلطي وعائله البلطي وعائله البوري. اذا عند البرتقال كمان اللي الناس بتستخدمه كعصير والبرتقال ابو سره، كل ده بينباع بره ب 30 جنيه للشبكه فيها 2 كيلو، انا عندي الشبكه كلها بتباع ب 10 جنيه 2 كيلو، بما يعني ان الكيلو 5 جنيه 8 جنيه تقريبا. طيب احنا كده بنقول ان اللحوم 300 جنيه، السكر 27، الاسماك من 70 ل 50 جنيه. تمام. الدواجن عشان بيهتم المواطنين، الدواجن بتصل بنيله 10 جنيه وهي الفرخه اللي وزنها كيلو و10 جرام. انا عايز اقول ان وزاره الزراعه بتنت مستمره
في تقديم هذا الدور الإيجابي. وزارة الزراعة مستمرة مع أقراننا ومع شركائنا في التنمية في دعم المواطنين، مستمرين في رفع تكلفة العبء عن كاهل المواطنين، مستمرين في التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة تنفيذا للتكليفات. فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التغطية على مستوى مصر عشان ينعم الكرة والنجوع بخير الدولة المصرية. بحب أكد أن المواطن المصري هو في ذهن وفي قلب وفي عقل السياسية وفي عقل دولة الرئيس. كل القرارات اللي صدرت مؤخرا بتصب في مصلحة المواطن، بتهتم بالمواطن، بترفع حالته، بتعطيه قدرة على الحماية الاجتماعية لمواقف الظروف الطارئة اللي بيمر بها العالم. وإن شاء الله الدولة المصرية بخير وأمان، وكل سنة كل شعب مصر بخير. وحضرتك بألف خير. طب مدة المعرض مستمرة كم يوم؟ المعرض ممتد شهر وعشر أيام تقريبا 40 يوم من البارح لحد نهاية شهر رمضان. كل سنة طيبين. بيفتح أبوابه من الساعة 10 إلى 10 صباحا حتى 10 مساء. احنا موجودين هناك بشكل مستمر عشان نستمع للناس وعشان نسمع آرائهم ونحل أي مشكلة ممكن تنشأ، وبعدين نحقق ما يسمى بالرضا الاجتماعي لدى بعض المواطنين في مصر. هذا المعرض بيخدم منطقة الجيزة والقاهرة والقليوبية. هذا المعرض به 77 منفذ. هذا المعرض مقام على مساحة 1500 متر تقريبا، بيعد من اكبر معارض السلع لقيمة في مصر في الفتره الاخيره. احنا مستمرين في تقديم هذا الدعم، مستمرين في تقديم هذه المساعده، مستمرين في الوقوف صفا الى صف مع المواطنين، وان شاء الله القادم احلى واجمل ان شاء الله. طيب دكتور سعيد، اعتقد الموضوع محتاج متابعه من قبل حضراتكم للتاكد من توافر السلع وبنفس الاسعار المتفق عليه. هل هيكون في متابعه ورقابه؟ استاذ محمد، والله ده سؤال محترم جدا. معالي الوزير وجه بالامس باربع حاجات مهمين جدا: ضخ كميات كبيره من السلع والمواد الغذائيه، اثنين ان تكون هذه السلع ذات جوده عاليه، ثلاثه ان يحدث ثبات في الاسعار وضبط واتزان اسعار اللي احنا اعلناها للمواطن وقلناها للمواطن دلوقتي وقلناها في التلفزيون دلوقتي المواطن يروح يلاقيها، ثلاثه فرض رقابه شديده على جوده السلعه وعلى السعر المعروض. احنا يعني هذه المبادره جاءت استاذ محمد لتلبيه رغبات المواطنين لتخفيف ودعم المواطنين بشكل مباشر وبشكل حقيقي. اعتقد المواطن المصري يعني ذواق وعنده ثقه كبيره جدا في منتجات وزاره الزراعه، والحمد لله يا رب بقى لنا خمس سنين النهارده السنه الخامسه في عمر هذه السنه الثالثه في عمر هذه المره والنسخه الخامسه في عمر هذا المعرض. النهارده شعرنا على حب مصر نلتقي كلنا كمصريين، كلنا وطنيين، وان شاء الله بنستطيع في الفتره اللي جايه ان احنا نحقق الرضا الاجتماعي لدى المواطن. عظيم. كل شكر لحضرتك الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة. وزي ما حضراتكم تابعتوا من خلال كلام الدكتور سعيد أن كل حاجة متوفرة في منافذ وزارة الزراعة، والتخفيضات بتصل من 25 إلى 40%. رقم كبير جدا يا شاذلي، وتخفيضات كبيرة قوي على اللحوم والأسماك وحتى الفواكه كمان. ف يعني بنقول المواطنين روحوا منافذ البيع لوزارة الزراعة، ويعني الأسعار هنا بقى هيبقى عليها رقابة، ودي أهم حاجة. صحيح.